الوفاء لأصحاب الوفاء هو شعار احتفالية أقيمت بمدرسة التلال الذهبية تزامناً مع اليوم الوطني للاختصاصي الاجتماعي والنفسي تحت رعاية مكتب تعليم البيضاء. الاختصاصي الاجتماعي طبعاً له دور كبير وباع طويل في كافة الميادين والمحافل في المجال الاجتماعي والمجال الاجتماعي المدرسي والطبي والإداري، ولذلك يجب التركيز على هذا الدور، دور إنساني عظيم. خلال الاحتفالية التي شارك فيها مختصون من علم النفس والاجتماع تم تقديم مداخلات تمحورت حول أهمية إحياء هذه المناسبة لتقريب المسافة بين المختص النفسي وأفراد المجتمع، فضلا عن تبادل الآراء والأفكار للنهوض بهذا القطاع الحيوي. طبعا اليوم نحتفل بيوم العالمي للأخصائي الاجتماعي، وكانت بادرة طيبة من رئيس قسم إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية أن نكرم الرعي الأول لرفع معنوياتهم، وأنهم هم بذلوا جهد وعطوا من عمرهم لأجل أبناء الوطن، وهذه بادرة طيبة منهم، وإن شاء الله الجيل الثاني والجيل الأخصائي الجديد هذا بإذن الله نمشوا على خطى الأخصائي القديم. خلال الحفل قدمت مجموعة من الفقرات الفنية والشعرية الخاصة بدور الاختصاصي النفسي للنهوض بالمجتمع على الصعيد المهني والأكاديمي بتهيئة الطالب وتثقيفه.